في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس. مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. حلاوتها لما تصفى لي أنا وإنتم واللي في بالي. آه والله لما تصفى يا شيخ سيد، أنا نفسي أعرف مين العبقري اللي كتب الكلام الجميل ده. الواحد فعلا وحشاه الأغاني الحلوة المتفائلة اللي زي دي. ويمكن معظم الناس فاكرة إن الأغنية دي من ألحان سيد مكاوي وإن الأغنية الشهيرة دي بتاعته. أبدا، صاحبة الأغنية الأصلية كانت المطربة فتحية أحمد، ولحن حالها الشيخ زكريا أحمد ضمن أغاني مسرحية يوم القيامة اللي تعرضت في مسارح عماد الدين في الثلاثينات. وبمناسبة كلامنا عن قهاوي مصر التاريخية اللي كانت بتجمع أهل الفن والكتاب والسياسيين، كان في هنا في قاهرة المعز جنب جامع الأزهر قهوة مشهورة اسمها قهوة الأفندية. كان بيقعد عليها في شباب الشيخ سيد مكاوي، وقبله قعد عليها الشيخ زكريا وبرم التونسي وعلماء الأزهر الكبار والأعيان والتجار والأفندية اللي بيلبسوا الترابيش. الترابيش يا وزنت كده تتكلم عن الترابيش في غيابة يا أخ عمر؟ وانت ايه، ما بتصدق يا عم انت ان انا غيب شوية عن القهوة وتبدأ حكاياتك؟ طب ايه رأيك بقى، انا عايز اضيف على معلوماتك عن المطربة فتحية أحمد انها كانت من عيلة الحمزاوي اللي كانت في الخرنفش، وانها غنت كمان اجمل اغاني فنان الشعب سيد درويش زي زوروني كل سنه مره وطلعك يا محلى نوره والبت دي قامت تعدم وغيرها وغيرها. وكانت الست فتحيه احمد بطله اشهر الاوبريتات والمسرحيات الغنائيه ايام العز وليالي الانس في عماد الدين بقى ووسط البلد وما ادراك ما وسط البلد. بص يا معلم رمضان، رغم انك انت بتيجي كل مره تقطع عليا وما تسيبنيش اخد راحتي في الكلام، الا اني معجب بمعلوماتك عن تاريخ المحروسة واهاويها وشوارعها. وكنت لسه قبل ما تهل علينا في القهوة بتكلم عن قهوة الافندية اللي جنب الازهر هنا في القاهرة الفاطمية، وبقول انها كانت ملتقى المشايخ واهل الفن زمان. مش ملاحظ عمرو بيه ان فن الغنى والتلحين بدأ في مصر على ايد مشايخ، من اول الشيخ ابو ليلى محمد اللي اكتشف ام كلثوم وجابها من السنبلاوين للقاهرة، لغاية الشيخ سيد مكاوي والشيخ إمام اللي كان عايش في حارة حوش آدم، هو وزمين والشاعر أحمد فؤاد نجم. وكل دول يا باشا قعدوا شبابهم على قهوة الأفندية وعملوا أحلى شغل، ولا حد قال لهم إن الغنى حرام ولا الفن بيدخل النار. بس على فكرة يا رمضان، كانت كل قهاوي المحروسة الكبيرة في الفترة دي بتصنع التاريخ سواء في السياسة والاستقلال أو في الفن والأدب. مظبوط مظبوط كلامك يا باشا. ومن قهوة وسط البلد الشهيرة برضو في الوقت ده قهوة الريدز اللي كانت قدام البنك الأهلي اللي كان في شارع قصر النيل، للأسف بقى دلوقتي بقى مكانها محل تجاري في عمارة الإيموبيليا. وكانت القهوة عامرة بمشاهير الكتاب والأدباء، لكان منهم بقى توفيق الحكيم وعبد القادر المزني وعباس العقاد ومحمد التبعي وسليمان نجيب والشاعر الدكتور ابراهيم ناجي اللي كتب قصيده الاطلال اشهر اغاني ام كلثوم. انا بس عاوز اقول معلومه مهمه قوي، وهي ان القهاوي دي في الفتره دي كانت اماكن محترمه بيقعد عليها الافنديه والاقطاعيين والفنانين وكل طوائف الشعب بدون تمييز، زي قهوه اللواء اللي كانت في باب اللوق وكان بيقعد عليها كتير من المثقفين والأدباء والسياسيين المعروفين زي الدكتور زكي مبارك والشيخ عبد العزيز جاويش والشاعر كامل الشناوي، وكانوا بيقعدوا على القهوة دي. وكانت القهوة دي معروفة بالذات بأنها منتدى الزرفاء والشعراء. بما إنك بقى اتكلمت عن قهوة اللواء اللي أخدت اسمها من جريدة اللواء اللي أصدرها مصطفى كامل في عز الحكومة الوطنية، أنا بقى هفاجئك بقهوة زيها كانت المكان المفضل لطلبة الجامعة في السبعينيات وفضلت موجودة لغاية نص الثمانينات. وأنا شخصيا قعدت على القهوة دي اللي كانت في ميدان التحرير ومن دورين كمان. عارفها وقعدت عليها كتير أنا كمان قبل ما تتقفل، يبقى مكانها دلوقتي معرض سيارات واسمها
قهوة إيزافيتش، وكانت من أشهر قهاوي أدباء وشعراء الستينات. كان صاحبها لاجئ سياسي يوغوسلافي، وقعد عليها يحيى طاهر عبد الله وأمل دونقل وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب ونجيب سرور. الله يرحمهم جميعا، كانوا مبدعين ما يتكرروش والله يا عمر. وأنا شفت شخصيا على المسرح القومي مسرحية ياسين وبهية بتاعت نجيب سرور، وشفت الشاعر أمل دونقل بقى بس من بعيد لبعيد كده على قهوة ريش اللي في سليمان باشا. ما هي قهوة ريش دي كمان بقى لها تاريخ عظيم، وكانت لفترة طويلة مقر شلة الحرافيش بتاعت نجيب محفوظ، ودي بقى ايه حكاية لوحدها نحكيها ان شاء الله لما نتقابل بكرة انا ورمضان المصري على قهوة الجوارتي. فين زقاق المدام؟ كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.